عليا حبيبتي عني. هذه هي الطفلة عليا، بكاؤها يشرح أكثر قصص الحرب إيلاما. خرجت لتلعب مع جيرانها، لكنها صدمت بعد دقائق حينما رأت شظايا قذيفة اخترقت جدران منزلها. ركضت تجاه البيت فوجدت أمها وأباها وجدتها قتلى، وبقية أفراد أسرتها مصابين ومدرجين بدمائهم. أنا دو قعد لنا في الثورة 11 وقتلت أمي وأبوي، بطلت كرة عمي وحضبتي. أنت شفتيهم؟ ها؟ أما شقيقها الصافي الذي ما زالت تلازمه الصدمة اكتفى بهذه الكلمة. ماما وبابا وين؟ أطفال السودان يعيشون واقعاً أكبر من أعمارهم. هذا مشهد آخر يكشف كيف غيرت الحرب في سلوكياتهم. يحملون ألعاباً للأسلحة المستخدمة في الحرب. هذا المشهد بات يقلق الأسر. تحولت ألعاب الأطفال البريئة إلى مشاهد عسكرية. هنا أضحت الكلمات قاموس حرب. التدين الدع والحزب الله ونعم الوكيل. قصص الأطفال القاسية والمؤلمة لا تنتهي. فهذا المركز الذي يجتمع فيه الأطفال كانت أصوات المدافع العنيفة لا تتوقف ولا يبدو عليهم الخوف. الحرب دي نزحت الناس وطلعت الناس من بيوتهم وخلت الناس يشربوا أموالهم وأملاكهم. تحاول هذه المبادرات الطوعية أن تخرج الأطفال من أصوات الحرب والرصاص إلى أجواء الفرح. تعقيدات نفسية عاشها الأطفال خلال العام الماضي مما أثر على سلوكياتهم. يبدو أنهم يحتاجون إلى دعم نفسي وإلى أنشطة تستوعب طاقتهم. كم عدد ألوان علم السودان؟ أحمر، أخضر، أبيض، أسود. الأطفال اشتغلنا معهم ياهو كورسات تعليمية، ولسه ساعين لأنه نحن نلقى طريقة إنه نحن نوفر لهم كتب، نوفر لهم مدرسين، نوفر لهم حاجات زي دي عشان يكونوا على الأقل ما يقدروا ينسوا، أو السنة بتاعت الحرب تكون ما أثرتهم في حاجة. غياب شبه تام لوزارة التربية والتعليم ومجلس الطفولة والمنظمات الأممية. هنا يحاول البسطاء وبما توفر لهم إضفاء ألوان جديدة على حياة هؤلاء الأطفال ورسم البسمة على شفاههم. رغم التشرد والفقد والفقر، رغم الأحزان، لكنهم لا يستسلمون. لينا يعقوب، الحدث، أم درمان.